هناك كان اتفاق وان الاخوان لو وافقوا عليه هياخدوا 8 مليار، قلت لي لا مش لو وافقوا عليه، هم كانوا وافقوا عليه فعلا، وافقوا. انما لو بداوا في تنفيذه اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان يتم اقتطاع سيناء من مصر ولا تصبح سيناء جزء من مصر على الاطلاق وتصبح ولايه مستقله، يتم دمج جزء منها في مع غزه، مع غزه الجزء الشمالي. انا تحدثت، انا اكتشفت حكايه الجزء الشمالي دون في دراسه قدمها دكتور يهودي هو صاحب هذه الفكره منذ بدايه منتصف التسعينات اساسا، ان مصر تقدر تدي المنطقه دي ودي الدوله. المقابل كان اللي هو السوفيتي ده، ايوه الراجل السوفيتي، السوفيتي. طبعا ما هو ده خبير يهودي، هو اساسا سوفيتي يهودي وهو اللي طلع بهذه الافكار وقدمها للخارجيه الامريكيه. صحيح، هو ده المنهج اللي كانوا ماشيين عليه في حل هذه القضيه. ايوه، المساومة كانت ايه؟ المقابل كان ايه؟ هو الـ الـ القدرة على التنفيذ. يعني هو من البداية تم الاتفاق على جماعة الإخوان ليه؟ باعتبار أنها جماعة منظمة وأنها تستطيع أن تقوم بهذا الدور. أنا قلت لك من البداية أن لهم رؤية دينية مختلفة ورؤية وطنية مختلفة، إلا أنهم أيضا في شكل آخر، محور آخر، انهم لديهم برجماتيه يستطيعون التعامل. محمد مرسي بعد جواب شكر لنتنياهو، شكر يعني طبعا لبريز، فانه يقدر يتعامل مع المخابرات الامريكيه والمخابرات البريطانيه، وما زال يتعامل معهم الى الان، ما زال هذا التنظيم يتعامل معهم الى الان، بحيث انه يحقق لهم ما يريدون. فلذلك قوى الاستعمار الغربية التي كانت تتحرك بجنودها فيما سبق هي لا تحتاج الآن أن تتحرك بجنودها، لأنها تستطيع أن تأخذ جزء من الوطن اللي هي زرعته من البداية من سنة 28 وأن تحركه كيفما تشاء. وبما أنها جماعة برجماتية فبالتالي هي ستحقق لهم ما يريدون من أهداف في مقابل أن يسمحوا لها بمساحة من الحكم وما من التحالف والتنسيق فيما بينهم. زي ما قلت لك إن هم ما كانش عندهم فيما يتعلق بالوطن رؤية، لأنهم بيقولوا أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميمي برضو هم يقولوا مصلحتي هي في المقام الأول والمصالح تتصالح. لذلك فكرة سيناء دي لما جلسوا، لما جه كارتر هنا في مصر وجلس، ولما قابله محمد بديع وهو يرتدي طقية الخلافة أنا تحدثت عنها قبل ذلك، ولما التقوا أيضا لما جه شخصيات من وزارة الخارجية الأمريكية، لماذا كانت تذهب إلى مقر جماعة الإخوان؟ لماذا كانت تجلس مع محمد بديع؟ هل ولا قبل مرسي؟ قبل مرسي، هل كان هؤلاء لهم المفروض دور في السلطة التنفيذية في مصر؟ ده حتى مش حزب بالمعنى المعروف، يعني محمد بديع لم يكن رئيسا للحزب المستولد من جماعة الإخوان، لكنه كان رئيس لهذه الجماعة، فلماذا كان يجلس معه؟ ولماذا كان يتحدث معه؟ ولماذا كان يتحاور معه؟ هي كل الأمور لتنفيذ هذا الاتفاق ولقدرة جماعة الإخوان على التنفيذ، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعطيهم ما يريدون في مقابل أن يقوموا بتنفيذ. إذن كان هناك دعم بالمليارات لجماعة الإخوان، ثم أيضا عائد على مصر ويقول لك هنسقط ديون وهنعمل الكلام ده كله. كانت هناك وعود كثيرة أعلنت فيما بعد. أيوة. وأي مشاكل مع أي حدود مع أي دولة تفضل خد اللي أنت عايزه. أيوة صحيح، بما فيها الجنوب، حلايب وشلاتين، مع السودان، من كل حتة. خرج محمد مرسي عندما ذهب إلى السودان وقيل أنه صلى الفجر مع البشير في المسجد، وبعدين خرجوا من المسجد وهذا كان لقاء مع الصحفيين، وقال أنه لا مانع أن تتنازل مصر عن حلايب وشلاتين، أو أن لم يستخدم تعبير التنازل، أن يتم الاتفاق على أن تكون حلايب وشلاتين من السودان، لأنه لا فرق بين مصر والسودان. ده الاعتبار أن هي عزبة خالته. يعني أنا كتبت أياميها أتوزع من مال أبيك يا مرسي. بالظبط كان مال خالته. بالظبط.